تعرف على أهم ما تناولته بوابة الوسط في أسبوع. الوسط ليبيا. الدائري: النفط الليبي هدف المسلحين لتمويل الإرهاب الدولي. قال وزير الخارجية الليبي محمد الدائري إن الموارد النفطية في ليبيا أصبحت هدف الجماعات المسلحة لتمويل الإرهاب الدولي. وأضاف الدائري في كلمة له أمام مجلس الأمن يوم الجمعة 19 من ديسمبر إن المقاتلين الأجانب ما زالوا يلتحقون بالمجموعات الإرهابية في ليبيا مع خروج ودخول السلاح بعيداً عن نظر الحكومة بسبب قلة إمكانيات المراقبة لحدود طويلة في مناطق أغلبها صحراوي وخال من السكان. وأعرب الدائري عن ثقته في أن يعزز قرار مجلس الأمن الدولي العمل المشترك لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. الحكومة الليبية تخصص 150 مليون دينار لتسليح الجيش. وافق مجلس الوزراء على تخصيص 150 مليون دينار لتوفير احتياجات الجيش الليبي من الأسلحة والذخائر والعتاد، حيث وجه مصرف ليبيا المركزي بتسييل المبلغ المطلوب في أسرع وقت. وطلب المصرف بتفادي أي تأخير في إجراءات التسييل التي قد تعيق وصول الأسلحة والذخائر إلى الجيش الليبي في الوقت المناسب. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم السبت 20 من ديسمبر في مدينة البيضاء، حيث استقبل المجلس رئيس الأركان العامة اللواء عبد الرازق الناظوري وعدد من أعضاء مجلس النواب. الفوضى الليبية في قائمة The Guardian لأسوأ أحداث 2014. رصدت جريدة The Guardian البريطانية أسوأ الأحداث التي مرت بالقارة الإفريقية خلال عام 2014 الذي أوشك على النهاية، ووضعت ما سمته بالفوضى الليبية على قائمة تلك الأحداث. أفاد التقرير بأن الأوضاع والأحداث التي شهدتها ليبيا في الفترة الأخيرة تدل على أن تدخل حلف شمال الأطلسي الناتو عام 2011 كان عملاً مفزعاً ظنته القوى الغربية جيداً في حينه. وذكر التقرير الذي نشره موقع الجريدة البريطانية الأسباب التي أدت إلى وضع ليبيا على تلك القائمة، وهي تدهور الأوضاع وانتقالها من السيء إلى الأسوأ منذ رحيل القذافي عام 2011، إذ إن الدولة تتجه ببطء نحو التفكك، مشيرا إلى أن كلمة فوضى هي الكلمة الأنسب التي تصف ما يجري في ليبيا حاليا. حفتر: إعلان تحرير بنغازي الأسبوع الجاري. أعلن قائد عملية الكرامة اللواء خليفة حفتر أنه أعطى تعليماته لقوات الجيش بحسم معركة بنغازي الأسبوع الجاري وإعلان التحرير وتطهير المدينة من المتطرفين. بلدي المرج يحيي ذكرى استقلال ليبيا. احتفلت ليبيا يوم الأربعاء 24 من ديسمبر بالذكرى 63 لإعلان استقلال البلاد في 24 من ديسمبر من عام 1951. وبهذه المناسبة دعا مجلس المرج البلدي كافة أفراد الشعب الليبي إلى الوقوف صفاً واحداً ضد كافة أشكال التطرف والإرهاب التي تمارسها الجماعات الإرهابية على الوطن وأبنائه، كما دعا لمساندة الجيش الوطني الليبي في حربه ضد الإرهاب والوقوف معه بالدعم المادي والمعنوي من أجل حسم معركة الكرامة التي أعادت للوطن كرامته ومجده. الوسط مصر. السيسي يكسب معركة الإخوان في مصر. تؤشر المصالحة المصرية القطرية التي ترعاها المملكة العربية السعودية على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كسب معركته مع ألد خصومه جماعة الإخوان، حين تخلى أكبر الداعمين للجماعة عن مساندتها وتفضيل الحضن العربي على حساب دعم الأنظمة. المؤشرات التي حملتها الأيام الماضية في خضم الصراع الناشب بين الطرفين انتهت جميعها لصالح النظام المصري، وتراجع جماعة الإخوان ومؤيديها سواء على الصعيد الميداني أو السياسي أو الدعم الخارجي. الرئيس المصري يلتقي نظيره الصيني في بكين. أقيمت للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مراسم استقبال رسمية حضرها الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الثلاثاء 23 من ديسمبر. وبعد مراسم الاستقبال أجرى الزعيمان محادثات ثنائية أعقبتها توقيعات اتفاقات تهدف إلى تعزيز الروابط بين البلدين وفق وكالة رويترز للأنباء. وبدأ السيسي زيارته التي تستمر 4 أيام للصين يوم الاثنين 22 من ديسمبر تلبية لدعوة من الرئيس الصيني. الوسط تونس. السبسي يتسلم رئاسة الجمهورية الأسبوع المقبل. أعلن رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر يوم الثلاثاء 23 من ديسمبر أن رئيس حزب نداء تونس الرئيس المنتخب الباجي قايد السبسي سيؤدي اليمين الدستورية خلال الأسبوع المقبل حسب وسائل إعلام محلية. وقال الناصر في تصريح نقلته الإذاعة الوطنية الرسمية إن قواعد وإجراءات تسليم السلطة من الرئيس السابق المنصف المرزوقي إلى السبسي تستوجب دعوة رئيس مجلس النواب إلى الأعضاء
فضائل الاجتماع في جلسة خاصة يدعون إليها الرئيس المنتخب لأداء اليمين وفقاً للمادة 76 من الدستور. وأشار إلى أن أفضل موعد لتسليم أول رئيس منتخب بعد ثورة 14 من يناير من عام 2011 مهامة هو بمناسبة الذكرى الرابعة لقيام الثورة. الوسط العالم، البابا يوجه رسالة خاصة لمسيحي العراق في عيد الميلاد. حث البابا فرانسيس بابا الفاتيكان 1.2 مليار من المليارات من الكاثوليك حول العالم في يوم احتفالهم بعيد الميلاد المجيد على أن يستعينوا بالله في حياتهم ليساعدهم في مكافحة الظلام والفساد. ووجه البابا رسالة خاصة إلى اللاجئين مسيحيين في العراق، حيث أجرى اتصالاً مفاجئاً قبل بداية القداس لمواساتهم بينما كانوا يهمون بالاحتفال بقداس عيد الميلاد وفق وكالة رويترز للأنباء. وختام جولتنا وحصادنا الأسبوعي بالوسط ثقافة، يونسكو تدعو الدول للانضمام لاتفاقية حماية التراث أثناء نزاع. وزارة الثقافة اليمنية تحذر من استهداف صنعاء القديمة. تابعوا المزيد والمزيد من المقالات والأخبار على بوابة الوسط الإلكترونية www.alwasat.ly، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب، انستغرام وجوجل بلس. إلى اللقاء في حصاد جديد.